سمحت يا حضرتك. أفندم. حضرتك من سكان العمارة؟ أيوة. عاوز حاجة؟ عاوز سكر فانطرافيش. نعم يا أخويا. قصدي مدام سكر درويش. آه، تطلع دور التاسع شقة 42. دور التاسع. في أسانسير؟ آه في. ليه؟ لا بس عشان أطلع السير. أهلا يا أستاذ أيوب. أهلا سكر هانم. اتفضل. شكرا. طمني على البنات، أخبارهم إيه؟ لا البنات الحمد لله زي الفل وسايبهم نايمين عندي. يا ريت تقعدهم عندك في البيت قد أسبوع كمان. قعدهم أسبوع كمان؟ ده معروف كبير مش هنساهولك. طيب بس إيه السبب؟ زي ما أنت عارف أبوهم عاوز ياخدهم مني، وأنا ما أقدرش أعيش بعيد عن بناتي، وهو مضطر يسافر على باريس بعد أسبوع، فلو ما لقاهمش ومعرفش لهم طريق هيضطر يسافر لوحده وما ياخدهمش معاه. طب لما يرجع من السفر ما هياخدهم يا استهانم. هو مش هيقدر يرجع قبل 5 سنين، أصله تعين في سفارة مصر في باريس. أيوة بس فرض حضرتك إنه بلغ البوليس على اختفاء بناته. هو مستحيل يعمل كده، حساسية مركزه تمنعه انه يشوشر على نفسه والناس تعرف المشاحنات اللي بيني وبينه. قلت ايه يا استاذ ايوب؟ قلت اللي تأمري بيه يا ست هانم. بس تعرف العيال محتاجوا مصاريف، اكل شرب غيارات نوم، وانا بصراحه عجنت. للاسف انا معيش فلوس في الوقت الراهن، لكن معايا شيك بربع مليون جنيه قيمه ارض بعتها وهصرفه بعد 6 ايام، فلو تقدر تصرف عليهم الكام يوم دول وبعد 6 ايام تيجي تاخد اللي انت صرفته يبقى كتر الف خيرك. ايه ده، هاخد اللي صرفته بس؟ لا طبعا، انت هيكون لك مكافأة كبيرة نظير معروفك اللي عملتهولي. انا هدفع لك 10% من الشيك اللي هصرفه. 10% من الشيك؟ 10% من الشيك؟ 0.01 يعني 25,000. لو عاوز زيادة أنا ما عنديش مانع. لا زيادة إيه، أنا راجل مش طماع، الـ25,000 كفاية. خلاص استبينا، البنات تجيبهم لي بعد أسبوع وهسلمك الـ25,000 جنيه. اللي تشوفيها سكر هات. أنست وشرفت. الله يأنس مقدارك. أنست وشرفت. أنا شرفت التانية. ايه ده ولا ده؟ ايه الزن ده؟ انتوا مين؟ ايه اللي جابك؟ انا. يا واد انزل من على الكرسي، تعال انزل من على الكرسي ده. بابا. 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 يا عنيات. بابا. ايه ده؟ بابا. ايه دول؟ ياسمين جابت شويه عيال من الشارع عشان يلعبوا مع بعض، بيتسلوا يا ايوب، بيتسلوا. يا واد اسكت، ده بيتقفل منين الواد ده؟ يلا بره، بره الطوارئ، امشي طوارئ. بابا اديني معاك. امشي يا عم. بابا اديني معاك. امشي. ما بيقولوا ايه؟ هبا تيتو بامبو، هبا تيتو بامبو.